جبر الخواطر على الله، والكلمة الحلوة بتصنع المعجزات وبتفتح الأبواب المقفولة وبتهون علينا الوجع. جبر الخواطر علاج رباني، لا هو بفلوس ولا بيتباع في صيدليات، ورشدتها سهلة جدا كاتبها الرحمن جل شأنه. برنامج اطمن نزل الشارع علشان يشوف أحوال الناس، نزلنا الشارع علشان نطمن على الناس. يلا بينا. السلام عليكم. والسلام. اخوات ولا اصحاب؟ لا مامتي. لا تهزري؟ مامتها؟ لما بتزعلي من ماما بتعملي ايه؟ تخصميها؟ ايه اقول له؟ لا قولي الصراحه، احنا عايزين الصراحه. يعني ساعات بتعملي ايه؟ بقفل باب الاوضه. بس. وما بتتكلميش معاها؟ بعد كده بقى بتيجي تقولي تعالي ننزل نجيب حاجه، تشتري لي حاجات نتصالح. يعني ماما اللي بتتودد اليكي؟ لا ماما طيبه. بتعملي ايه معاها لما بتزعلك؟ لا ابدا والله، بسيبها براحتها، بتبقى مع نفسها، وبعد كده شويه لما تهدى كده بكلمها، يعني المواضيع بتنتهي. يعني بتعاتبوا بعض؟ اه يعني في مره قبل كده ماما كانت مزعلاكي وبمنتهى الحب قلت لها يا ماما انا زعلانه منك علشان 1 2 3؟ ورد فعلها بيكون ايه؟ بتقولي بقى غصب عنها، ما كانتش تقصد، او انا فهمت غلط او كده. يعني طيب انا غلطانه الصراحه. طيب هي بقى لما بتغلط بتبكتيها بالكلام؟ لا قولي لي، بتبكتي بالكلام على طول؟ بس بيبقى معاها حق الصراحه. سعيد واخده من بكاني وبكى الناس عليا ضحكني وضحك الناس عليا. يا سلام، انا بشكركم نورتوني. قولي لما بتزعل من حد بتتصرف ازاي؟ والله لما بزعل باخد موقف كده، ببعد عني يوم او يومين، ارجع لحالتي الطبيعيه، لان لما بتعصب ما بعرفش امتلك اعصابي. انا اقول لحضرتك على موقف. انا من شهرين كده كنت زعلان مع اخويا بسبب ان انا بصحيه عشان نروح الشغل، فكلمني انا الكبير، فكلمني باسلوب وحش على صوته عليا، فحسيت ان انا يعني انا اخو الكبير وبيعمل معايا كده، فزعلت وخدت على خاطري. فقعدت اسبوع والتاني والتالت، فقلت لا بقى انا ايه، لو ما جاش تاسف لي انا خلاص مش هكلمه. ابويا وامي اتدخلوا، لا ما ينفعش كده، انت اخوات ومش اخوات، لحد ما حسيت ان انا ايه يعني في حاجه ناقصاني، فاخدته بالحضن وكلمنا بعض، ولا ما تزعلش مني، وتقول انا مش زعلان، انت اخوات وعادي. يعني حسيت كانت في حاجه ناقصاني. مفيش احسن من المواقف النبيله دي طبعا، وعمر الدم ما يبقى ميه. اكيد اخوك من دمك ومن صلبك، مالكوش الا بعض. لا حسيت ان كانت في حاجه ناقصاني، ولما بعدت عنه حسيت ان في حاجه كده، يعني في حاجه ناقصاني. لو زعلان من حد اتعاتب معاه، وتعاتب معاه بسرعه، استنى لما تستريح، بس ما تخليش الوقت يجري ويعدي ويفوت وانتوا زعلانين. من خصم اخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. الحمد لله احنا اتصلحنا ومفيش اي مشاكل. يعني انا بشكرك. شكرا. عندك كم واحد في قائمه الموبايل؟ عندك كم اسم؟ يعني فوق 300. مزعل كم واحد فيهم؟ هنقول اللي مزعلني بقى. اللي مزعلينك يا سيدي، اقول لحضرتك حاجه، انا اكتر صدمه جات لي في حياتي كانت من اهلي. احكي لي. مشاكل ما حدش يقف جنبي. طيب وما عاتبتهمش ليه واتكلمت معاهم؟ يوم ما عاتبت جم علي اكتر. اصل خلي بالك في فرق بين العتاب والتبكيت. العتاب بيبقى عتاب المحب، انا بعاتبك علشان بحبك، لكن التبكيت اكنك بتاخد حق من حد تنتقم منه. لا انا عاتبت وزي ما بيقولوا كده خدت على دماغي. ده حقيقي. صرفت ازاي في الاخر؟ دليت من حياتي كلها. اهلك عايش لوحدك؟ عايش مع والدي. اهلي اللي هم اهل والدتي. والدتك فين؟ موجود بس. يعني انت والدك ووالدتك عشان الناس تفهم صح. اكيد. والدك ووالدتك موجودين. تمام. زعلان منهم في حاجه؟ لا، لكن المشكله في اهل والدتك. اكيد. بس دليت من حياتي كلها. موقف كان شديد للدرجه دي؟ عملوا ايه يعني؟
اتكلم عادي؟ قول. ضحكوا عليا. شقة عمري. بس في عشرة وفي أهل وفي دم. هما ما صنهوش. فما زعلش مني، أنا هبقى لحد يشبع عليا. لا مش بنقول كده، بس في الأول وفي الآخر زي ما بيقولوا كده، عمر الدم ما يبقى مية. هما اللي خلوه مية. انا عمري ما كنت افكر ان انا ممكن اطلع اتكلم عليهم بالطريقه دي، بس هم اللي وصلوني. وموقف والدك والدتك ايه منه؟ ابنهم زعلين اكيد على زعل. يعني هم عارفين ان انت عندك حق برضه. شوف هقول لك حاجه، احنا ممكن يعني نخاصم اي حد تمام، لكن بنحاول مع الاهل لازم نسيب الباب موارب، ما ينفعش نهبده ابدا. طيب اقول لك، اهلنا جم عليا وهم وداسوا عليا تمام وقفلوا الباب، محدش حاول يصالحك؟ لا، ولا بمكالمة تليفون. يعني في النهاية لما بتخصم حد بدي له فرصة، واثنين التالتة لا قفلنا، ما اقدرش، لان اوقات العتاب الزيادة بيتحول لإهانة. اكيد طبعا، واحنا مش عايزين كده. اكيد مش عايزين نتهان. هو اوريدي اتهنى، بس مش هكرره تاني. عايزين نعيش الباقي من عمرنا واحنا محترمين. لا اكيد طبعا، ومحتفظين بالحبة الصغيرين الحلوين اللي جواها. لا حقيقي صح؟ صح. تشكرك. هتتعدل وأحوال